أعتقد هي بيدخل بدافع نفسي مهم جدا. أنت يمكن الظروف اللي صاحب الدخول الهلال في البطولة السابقة والحالية هو التعافي والجاهزية اللي موجودة عليها لاعبي الهلال. أعتقد قدم الهلال مستوى رائع جدا في مباراته الأولى، حيقابل هي مباراة المتصدرين، يعني الهلال متصدر الدوري السعودي وشباب الأهلي الإماراتي متصدر الدوري الإماراتي، نسب الفوز عالية عندهم، سجل التهديف بالنسبة للشباب أهلي الإمارات هو ثاني أعلى سجل تهديف بعد العين ب30 هدف، يعني الهلال ب46 هدف. تتكلم أنه القوة الهجومية بالنسبة لهم جيدة جدا وقوة ضاربة بالنسبة للهلال، أقوى من شباب أهلي الإماراتي. تجي على مستوى الجاهزية والانسجام، في جاهزية وانسجام أكبر موجودة عند الهلال. الأهلي جاي هو خسران مباراة، فبالتالي على أرض المباراة ما راح يستسلم، ما حيقفل الملعب، لأنه حتى أسلوبه شوي هو في تحفظ، 4-2-3-1 هذه فيها تحفظ كبير في الأداء، يلعب ثلاثة محترفين في مباراة السابقة فقط. هذه كلها عوامل إيجابية للهلال، أنك أنت تفوز اليوم، أنت عندك كوكبة من النجوم، لازم تريح نفسك في الأدوار التمهيدية من بدري زي المباراة هذه، وفريق جاي بياخذ المباراة وبيفتح ملعبه لازم أنت تخلصها. اللي أخاف عليه من الهلال هو كمية الفرص اللي أضاعها الهلال في المباراة الأولى. ليه؟ لأنه اليوم خصمك مختلف، خصمك متوازن، عنده تحفظ على مستوى العمق الملعب، فبالتالي أنت الفرص اللي تجيك ما راح تتكرر ثاني مرة. نتمنى إن شاء الله الهلال يفرحنا بكرة إن شاء الله بالفوز ويحقق الصدارة بقوة ويبتعد عن منافسيه في المجموعة.